السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سعود الخميس صاحب دونة إشعاري، وإن شاء الله اليوم بنتكلم عن الجيل بريك، وسبق تحدثت عنه بأكثر من مقال، ولكن اليوم راح نتحدث عن أهم تطبيقات الجيل بريك. ولازم أنوه عن نقطة يمكن ما عرفت أوصلها للبعض، فالكثير يجي يسألني هل الجيل بريك هو البرنامج اللي ننزل من خلاله البرامج ببلاش؟ الجيل بريك عبارة عن، يعني إذا سويت جيل بريك للآيفون تقدر تقرأ وتكتب عالروت، فبالتالي تنزل، يعني يسمح لك إنك تنزل شيء اسمه سيديا، اللي هو برنامج سيديا. هذا برنامج سيديا في داخله جميع الأدوات، يعني خلنا نبسطها مثلا زي الاب ستور. الحين عندك برامج ابل كلها، سيديا يعتبر متجر اخر لكن بتطبيقات اخرى، من خلاله تنزل اداة اللي هي تفتح لك الايفون اذا كان مقفل، من خلاله تنزل البرنامج اللي من خلاله تنزل برامج الاب ستور اللي بفلوس بشكل مجاني. لكن انا ما انصح بهذه طريقة، لأن المطور يعني شيء طبيعي، أنا لو أني مكانه مثلا سويت برنامج وخليته مثلا بدولارين، جاني واحد من أخوياي ونزل ببلاش أكيد بزعل، أنا جالس أتعب وأصمم إلى آخره، ثم تجي أنت باردة مبردة تنزل عندك ببلاش. عموما هي تقع على ذمة الشخص وما لنا دخل فيها. والسيديا داخلة تطبيقات، متجر في منها مجان وفي منها بفلوس، يعني حتى لو نزلت سيديا وبغيت في الإضافات هذه في مكركة، لكن انك تشتريها أفضل لك عشان تكسب تحديثات زي ما ذكرت في السابق، انك اذا شريت اي برنامج بفلوس انت بتكسب الان انك تحدث البرنامج بشكل مجاني باقل المشاكل، لان التحديثات عبارة عن يعني سد المشاكل او اضافة مميزات جديدة. طبعا راح نتحدث عن اهم تطبيقات في سيديا، خلونا نشرح بشكل مختصر وش هي التطبيقات داخل سيديا. التطبيقات اللي في داخل سيديا تطبيقات ما تعترف فيها ابل لانها تسبب مشاكل للنظام، تسبب بطء للنظام، لكن مع الايفون 4 اشوف ان المشاكل قلت وان السرعة بطيئة مو بشكل ملحوظ زي 3GS و3G. فهذه التطبيقات مثلا زي تبغى تسجل شاشة الايفون فيديو، في برنامج في سيديا وما في برنامج في الاب ستور. مثلا تبغى تنزل اداة مثلا، الحين انه معروف اذا جينا نرسل رسالة يا يعني نختار اسم او نسوي مجموعة ونحطها كلها يعني باستخدام برامج اخرى، ومن خلال هذا البرنامج نرسل لهم رسالة نصية. لكن مع سيديا في إضافة صغيرة تقدر تضيفها بحيث انك تحدد الأسماء واحد واحد دون الحاجة انك تسوي مجموعات. هناك إضافات انك تغير الثيم حق الجهاز، وفي إضافات مثلا ملف ما تقدر تحط إلا في عدد معين من التطبيقات، لا يصير تقدر تحط في عدد لا نهائي، تقدر تحط في الصفحة الواحدة عدد لا نهائي من البرامج، يعني مو بلازم عدة صفحات في الايفون يصير. تقدر في الدوك اللي هي تقدر تحط اربع ايقونات، تقدر تخليه بشكل لا نهائي تحط فيه اي ايقونه وهكذا. هذه التطبيقات اللي في سيديا هي جدا مفيده، لكن فيها سلبيات عن النظام انها تبطئ وتسبب مشاكل. وانا ما حطيت سيديا الا عشان اشرح من داخل الايفون، وحتى اني شاري البرنامج ولا انا اكره السيديا، لكن بديت افكر في الموضوع وان شاء الله يكون الشرح مفيد للجميع. ويلا خلونا نشوف الآن سيتم شرح السيديا. طبعا هذه أيقونة السيديا اللي لونها بني عليها رقم 2. في الغالب في كل طريقة جيل بريك لازم يجبرونك انك تنزل السيديا معه، فهو الزبدة اصلا من الجيل بريك كله، يعني السيديا يعني العالم تحتل الجيل بريك، ومتى بينزل الجيل بريك كله عشان السيديا، اللي زي ما قلت لكم انه يعتبر متجر ثاني
في تطبيقات غير الموجودة في الأب ستور. ندخل على السيديا، أول ما تدخل على السيديا على طول راح يثبت أو يسوي تحديث للسورسات ويشوف وش الجديد ويبحث عن التحديثات. فطبعا هذه جدا مزعجة، وفي إضافة تقدر تحملها فبالتالي تمنع هذا التحديث تماما. طيب، أول خيار من سيديا هي الصفحة الرئيسية للسيديا، من خلالها تقدر يستعرض لك يعني البرامج المفضلة والثيمز والمانج اكاونت والى اخره، يعني مو جدا مفيدة. فننتقل للخيار الثاني. الخيار الثاني تصنيفات، اللي هي اقسام مثل الاب ستور. اذا دخلت مثلا بدل ما تروح تبحث وشي زي كذا تقول انا ابي بس الالعاب، ولا تقول بس ابي برامج الطبية، فزي كذا هنا تلقى ثيمز والبيبرز وزي كذا، بدل ما تتلخبط تنجي من مكان واحد فيصنفونها. الخيار الثالث طبعا انا استفيد منه فقط اني اعرف ان في برامج نزلها تحديث فبالتالي احدثها من هنا. الحين انا عندي برنامجين، كيف احدثها؟ ابجريد ثم نضغط على الخيار التالي راح يسوي لها ابجريد على طول. وهذه آلية التحديثات او التثبيت في سيديا. فنلاحظ لين يخلص التثبيت، اول ما يخلص التثبيت راح تجينا خيارات، يعني يا انا بيقول لك نسوي اعادة تشغيل الجهاز او اعادة واجهة الجهاز مثل هذه السبرينج بورد. اذا ضغطنا عليه راح يعيدها، يعني بيعيد لنا زي اعادة تشغيل بشكل سريع يعني. والثالث انه يقول لك ارجع لسيديا، فهذه مشكلته يعني. واغلب تطبيقات السيديا كذا، انك اول ما تثبت شيء بيسوي هذه الطريقة، وهذه جدا مرهقة واكرهها في السيديا. بس عاد وش نسوي؟ الجهاز ما انه سوى تحديث، وندخل على السيديا. زي ما قلت لكم انه بيسوي الحين اعادة تحميل، يعني جدا مزعجة الطريقة، وان شاء الله بركب الاضافة. طيب إننا وقفنا هنا عملية التحديث. والمانج فيها ثلاث خيارات، ثلاث خيارات. وشي أول خيار؟ الباكيجز، الأشياء اللي أنت ثبتها في جهازك من خلال السيديا. يعني هنا تشوف كل البرامج اللي عندك، تقدر تحذفها مثلا، تحذف هذه الإضافة تدخل عليها. بعدين من هنا في عندي خيارين، يعني أنك تعيد تثبيتها ولا ريموف اللي هو انك تحذفها. طيب خلصنا من هذه. وهنا السورس، وش السورس؟ زي ما انتم ملاحظين في البحث دايم يقول لك نزل البرنامج فلان فلاني، تقدر تحصله في السورس التالي. السورس يعتبر زي المكان للتطبيق، او هو سيرفر ينحط بداخل التطبيقات. يعني مثلا جو قالوا لك ابي اسوي سورس لاشعاري، تروح تحط الملفات في السيرفر، تعطي العالم الرابط. طبعا طريقتها يعني ما اعرف لها، لكن هذا اللي فهمته، ان الملفات بداخل سيرفر. كيف نتوصل لهذا السيرفر؟ من خلال الرابط اللي يعطونا اياه. فبالتالي هذا السورس تطبيقاته اللي موجودة داخله غير التطبيقات اللي هنا، ويمكن تكون في تطبيقات مش يعني نفسها في هذا السورس وهذا السورس، لكن كيف نميز بينها؟ من خلال الأيقونة هذه. هذا السورس أيقونته السوداء هذه، عشان وانت تبحث عن التطبيقات تدري انه في هذا السيرفر. وهذا السورس أيقونته زي ما انتم شايفين معينة كذا، عشان تدري انه من انت قاعد تحمل من هذا السورس بدون الرجوع الى من وين انا حملت، وشي زي كذا يعني. والسورسات اللي تحت هنا هذه اللي تجي بشكل افتراضي مع سيديا، لكن اللي فوق انا اللي حملتها. وهذه الاربع سورسات جدا جميلة، وفيها اغلب التطبيقات اللي راح نشرح عليها او راح اضيفها لكم في المقال بشكل
يعني كتابي، عشان إذا سوينا بحث زي كذا نروح للبحث مثلا نكتب screen recorder، هذا اللي أستخدمه في تسجيل شاشة الآيفون. يعني لاحظوا إذا قلت لكم أن التطبيق ممكن يكون في أكثر من سورس، هذا موجود في السورس اللي قلت لكم عليه، وفي نفسه موجود في السورس الثاني، عشان كذا تبين بينهم. مثلا أنت تحب السورس أكثر من السورس الثاني فتحمله من هذا السورس، لكن إذا حصلت البرنامج معلم بالأزرق زي كذا يعني أنه بفلوس وتشتريه بفلوس. طبعا اللي جوا هذه السورسات كلها مكركة، يعني تحملها ببلاش، وهذا الرسمي اللي أنت تشتريه ويقبل التحديثات وزي كذا. طبعا أنا كنت شاريه $4.99، ما أدري وش فيه المبرمج رخص قيمته. هذا أبرز ما في السيديا وكيف نثبت البرامج. خلونا نثبت أي تطبيقات يعني نبغاها in folders. هذه تسمح لك أنك تضيف مجلد داخل مجلد. طيب لاحظوا طلعت لنا في أغلب السورسات اللي إنا حطيناها، يعني في أكثر من سورس هنا، أنا بيحملها من هذا السورس. كيف ندخل عليه ثم انستال؟ أول ما نستوي انستال نفس الطريقة اللي تو نفس التحميل، إنا بيسوي هذه الطريقة، وبكذا تمت عملية الإضافة، وراح نجربها على طول. الآن تمت إعادة تشغيل الآيفون بما أننا ركبنا المجلد داخل المجلد. خلونا نجرب الطريقة، نعلم عليه. طبعا زي ما قلت لكم أنه يبطل الجهاز، فبالتالي أنا من سويت جيلبريك وجهازي كذا. طبعا كل ما كثرت إضافاتك كل ما كثرت حركاتك في الجهاز راح يصير أبطأ. لاحظوا دخلت المجلد داخل المجلد الآخر.